يلا الحين دخلنا جيم احنا نلعب مباري مع شنو مميزين جدا في ارضيه الملعب وفي طريقه اللعب وفي نوعيه اللاعبين نصور فيفا الحين علاوي وهذا نصور ويانا هذا قال بيصور معانا الحين بعت الحارس هو مصور معانا قبل حلقات ما صرتنا ما فراري ما فراري ما نزلوها بعدين بنزلوها نصور ما صرتنا تليفون بالجيم صورين لا ما مسجل يا رب لا قول هو يا بعي قول في موقف خلني اسجل هدف صعبة جدا على الحارس اللي حاول لكن في النهاية الكثرة تغلب الشجاعة وفي الأخير الكرة في الشباك البي اس جي يتقدم في النتيجة يا سلام على الكنترول تحكم في الكرة ينطلق إلى سلل الكم طلع أحمر في هذه اللحظات القم عشان مرسامة تكاثر يلا دور دور من مهمة المدرب واللاعبين يزيد الضغط على اللاعبين من أجل تعويض النقص العددي الحين قاعد أركض وما قد كاثر نيمار جوليان دراكسلر ملعوب الكرة بين يمين دراكسلر لا سجلت هدف في المرمى من كافاني أقف عليهم هدف يوسع الفرق هو سجل عليه هدف هدفين مقابل لا شيء هدفين دانييل ألفيس دانييل ألفيس توماس مونيه توماس مونيه جوليان دراكسلر جوليان دراكسلر استغلال جيد للطرف من الفريق الباريسي فرصة خطيرة مع نيمار لا الدوم نيمار اكيد دونيا تتنفذ والحارس بكل شجاعة يبعد الخطورة تياغو سيلفا يبعد الكرة كافاني وكرة خطيرة اصلا هي كانت هدف نيمار بيرسل الكرة في 18 ركنية 18 حارس المرمى يبعد هذه الكرة بكل ثقة انا اذا ما شطت احمر بس بصير حكم وبيكون طرد احمر خوان بيرنات كسر للبي اس جي ماركو فيراتي دانييل ألفيس شوف طلب الكرة من الزملاء الحمد لله أعطاني باص في الفترة الأخيرة أصبح الفريق الباريسي يضم أبرز النجوم العالميين خاصة وأن استحوذت عليه كاسور كاسرني الله يا نيمار نيمار وفرصة
كانت هدف. لو دخلت الكرة كان هدف عالمي. شوف الكرة المقصية كان قريب من حارس المرمى، لكن الحظ في اللقطة الماضية ما حالف فرصة بتضيع. ها الحين ترى ماركو فيراتي، تمريرة ممتازة من فيراتي، تسديدة من نيمار. الله هيك ما هدف. تلعب في البوكس من نيمار، ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. كرة بتبعد من مناطق الخطر، أبعد الكرة من مناطق الخطر. رمية تماس لباريس سان جيرمان. ترى انت حتى تسجل علي هدف انت مغمض عينك. انت ليش تحاول تسجل هدف كذا؟ شو سويت ذينا؟ كانت قريبة في اللقطة الماضية، ضاعت هذه الفرصة. والنيم دانييل ألفيس. مازال الفريق الباريسي غير قادر على التسجيل. ماركو فيراتي، جميل تبادل الكرة. هالجول ما شلش كرة راسية. الو ليش ما تتكلم؟ انطلاقة للأمام من باريس سان جيرمان. تمريرات متتالية تغرب بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. كيليان مبابي، نيمار عند الفرصة، نيمار ما بسجل. يا سلام على الكنترول، تحكم في الكرة. ايه ما هدف. يا رب كافاني يسجل في هذه اللحظات. تسعد ببلوك فورتنايت. نشوف انت لعادة حارس المرمى كان قريب، لكن هذه اللقطة انتهت بهذا الهدف الغريب. مباراة من طرف واحد، والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. نيمار، كرة خطيرة من على الأطراف، لابد من إخراج الكرة بسرعة. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. نيمار، لا تحاول تسلها. كرة يفقدها بعد بل عليك. Nope. القام هاوش nope. لك. Nope. ماركو فيراتي. يستعيد الكرة بتدخل سليم. يا خبيش. عاد شوي تتكاثر. انطلاقة في الهجوم، مرور ممتاز من خط الدفاع. كانت هدف. الشوط الأول ينتهي الآن يلا يس عند الكورة. نتمنى في شوط المباراة الثاني تتغير الأمور عن الشوط الأول اللي كان أشبه بحصة تدريبية. بعد ما خطا على باريس سان جيرمان. شو على طول سنشاهد مزيد من الكروت الحمراء في هذه المباراة. لعب برعونة واضحة في لقاء اليوم، هذا إنذار آخر، دليل على أن المسألة قل ليش عيد ليش هذا؟ والأمور العدوانية ما زالت مستمرة. يهرب بالكرة، مر فيها، راح فيها، يخترق الدفاع. بعيدة جدا، تعالي شدتها. افتقد فيها اللاعب للتركيز، للدقة، ركز فقط على القوة. أنخيل دي ماريا.
اولي اولي كسرتني كل الكاسر تاع دياغو سيلفا. كرت اصفر الان على دياغو سيلفا، محاوله فاشله لاستخلاص الكره وبالتالي يرتكب خطا واضح على المنافس. تدخل خاطئ، شوف اللقطه ما كان في خطوره لكن الخطا موجود كما توضح الاعاده. تعامل ممتاز لحارس المرمى مع الكره الثابته، شوف الثقه الكبيره في مسك الكره. اولي 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 كافاني بيتخلص من الرقابة. كافاني كافاني وفرصة خطيرة. القم ركلية بانتظار التمرير كلك اثر. نيمار بيرسل لك كرة في 18، كرة متاحة للتسجيل. قوية جدا بتمر بجانب المرمى، اكيد راح يكون محبط. كات هدف قريبة في المرات القادمة، لا بد من استغلال هذه الكرات. انخيل دي ماريا تعليقا على مستوى اداء الشوط الاول بالنسبه لكافاني. تمكن من زياره الشباك. قاصر تدخل خاطئ يا طرد احمر. الكرت الاصفر الان يا طرد احمر لحارس كان حسن. تحرك جيد يساعد في قطع الكره. شلون؟ والله يا نيمار يا نيمار حتك تخلينا اسجل اربعة. ولو اليوم راح يكون حارس المرمى هو الشماعة، بالتأكيد هو الملام بعد أداء الهزيمة. ها خلاص ما لازم. الآن أصبح الفارق كبيرا بين الفريقين، ولا اعتقد بان هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. مر عليه كل تكاثر تلعب في هذه اللحظات. ايه مر عليك تصدي قوي. اه كات هدف. هم بعد يقولوا اولي. حلوة الكرة البينية. قال لا انت يا حزة. مستحيل. الله على التصويبة. اي كرة اي انا سجلت خمس هداف وعلاوي صفر. اعادة للتسديدة القوية. انا سجلت خمس هداف وعلاوي صفر. بعيد يطلقها يصوبها. اختصر الوقت والمسافات وقف هدف في منتهى. ترى ما يعرفوا قصت عليكم الجميع وتهز الشباك. اه انكم قلت على سجل خمس اهداف حتى وان كانت نية استخلاص الكرة، لكن التدخل في النهاية كان على قدم خصمه. انا صفر. لم يقدر اللاعب التدخل بشكل صحيح وفي الاخير كانت عرقلته على قدم خصمه ومخالفة صحيحة. حتى تلعب الحارس مرتدة ممكن تكون سريعة. ضاعت إمكانية الهدف. حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. كافاني يخزع عظا لا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل. اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. مفروض عظا كلهم عظا مفروض. الله ها اصبر بعد التشكيلة. اصبر على المرور. يلا دقة سوا على المهارة على النهاية لهذه الكرة. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ردية لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. كافاني مبابي المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية.
جوليان دراكسلر، فرصة كبيرة لهجمة مرتدة ممكن تشكل خطورة. ها كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. ترى 20 دقيقة ويخلص هذا نلعب فورت نايت. دراكسلر عنده فرصة أمام المرمى. بلنتي لباريس سان جيرمان. ما بلنتي ده على قناة أحمر. والله صار هناك أنا 7 وهو 0. قصيت عليكم 7-0. 7-0 بكل ثقة يضعها في المرمى. الفارق الفني كبير جدا بين المباراة اليوم. واضح ان المباراة تنتهي. اوكي الله على المهارة. هو 7-0. جوليان دراكسلر ربع ساعة لنهاية احداث هذا اللقاء. جوليان دراكسلر ملعوب الكرة بين يدي دراكسلر. شوف تبادل ما بتروح كابتن يوم فرصة خطيرة. القم على ركلة ركنية ترى ما بتجيب. لا تلعب في البوكس من نيمار. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. ذروحه تماس البي اس جي كيليان مبابي. فريق يستعيد تمركز لاعبيه. نيمار عند الفرصة لتقدم والانطلاق على الجناح. يا سلام شوف التوقيت، شوف استخلاص الكرة بشكل مثالي. على ما بيقدر يجيب علي 8. شو قايل لك؟ في منطقة ماركو فيراتي كل رفعة. نيمار بابي القم بابي احمر راح يكون حاضر في هذه اللقطات. كان اخر لاعب في اللقطه. الزله واحد انت اثنين. ورقه حمراء سيغادر الملعب، سيخرج مطرودا، سيودع المباراه من الباب. علاوي فولي والاعاقه في الانفراد الواضح في اللقطه الماضيه. شجاعه كبيره من الدفاع يتصدى الكره. بابي روح يا بابي. اولي لي كره مقطوعه. كره البنيه. الله يا نيمار كيف قد نشاهد كرت احمر في هذه اللقطه. لو حتى منك كان ممكن يكون في حاله انفراد. جعلك البس احمر. الحكم يشير البطاقة الحمراء. ستصبح الامور اكثر صعوبة. لا يمكن ان نلوم حكم المباراة. التدخل في اللقطة الماضية كان يستحق هذا الاحمر. ابى كاسرهم. ليه ما اشتوا مصاب؟ يخزى انا 8 هم 7. اطلع ما بصور. هو 8 انا 8. 8 حسموا اللقاء بكل. هو 8 0. هدف اخر في هذا التوقيت. فريق لا يمل من تسجيل الاهداف. ونار يهرب بالكره مرفيا. يا الدفاع لولا صفرة حكم المباراة لكان هذا اللقطة تسلل مثير جدا للجدل. يعلن حكم المباراة المساعد. تمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. بيخلص الكرة ويبعد. زعل شوي تخليها تسجل هدف واحد. ما أحمر. وربما نشاهد الكرت الأحمر في هذه اللحظات. شو قايل لك؟ ماركو فيراتي اشوف
فاصلة النهاية تأتي لتعلن فوز البي اس جي في